اليوم تاريخ 25/5/2021 قمنا بجولة تفتيشية على بعض الصيدليات داخل نطاق بلدية طرابلس. زي ما نشوفوا هنا الشوكولاتة هذه تشوفوا فيها ومكتوب عليها تحذير انها يعني فوق عمر 18 تتاخذ. لقيناها بالقرب من الأدوية المقوية اللي هي زي العسل الملكي وزي، وللأسف يعني خاصة بالعنصر النسائي. زي ما تشوفوا شوكولاتة عادية، يعني لو أي بنت لا سمح الله ما تعرفش ان هذه شوكولاتة شني وجيها عن طريق أي حد، فما شوفوا معي عبارة عن شوكولاتة عادية. يعني انت شوف الباكج كيف والمكونات موجودة، ولما اتصلنا بالمسؤولين عندنا في المركز ان هذه الشوكولاتة ممنوعة وممنوع تداولها. شوفوا فيها شوكولاتة عادية. فنتمنى من أولياء الأمور أخذ الحرص والحذر من مثل هذه الحاجات، ونتمنى من الصيادة أصحاب الصيدليات ما يشروا أي شيء وينتبهوا ويسألوا قبل ما يشروا أي شيء ويعرضوه داخل الصيدلية، إن في إجراءات قانونية وضبطية حتى تتخذ ضدهم. والسلام عليكم ورحمة الله.